أهلاً وسهلاً بكم في محاضرة جديدة من دورة تصميم الشعارات على برنامج إليستريتر. في هذه المحاضرة راح نصمم شعار جوجل كروم على برنامج إليستريتر. في البداية راح نفتح مقاس ألف في ألف بيكسل وطبعاً كرييت. راح نرسم دائرة، طبعاً نضغط كليك أيمن على الأشكال وطبعاً نختار الإليبس، نضغط كليك أيمن ثم كليك أيسر، راح تظهر عندنا هذه القائمة. طبعا راح نضيف دائرة بمقاس 512، طبعا راح يكون 512 طول وعرض لأن هي دائرة وليس شكل بيضوي مثل ما تشوفون. أوكي، أيضا كليك أيمن ثم كليك أيسر، وراح نرسم دائرة اللي هي 233. أوكي، كليك أيمن كليك أيسر، وراح نرسم 185 الدائرة الأخيرة. ممتاز. الآن بالماوس راح نقرب الدوائر من بعض. هذه هي المنطقة تقريبا ولا يعني بشكل مضبوط. نحدد كل الدوائر، وطبعا من فيو نجي إلى اللاين أو من ويندو عفوا نجي إلى اللاين، نافذة اللاين هذه نفعلها، وطبعا نختار محاذاة وسط أفقي وعمودي. نلاحظ أنه تم توسيط الدوائر، نحددهن ونخليهن بالمنتصف. ممتاز. الآن نتأكد من هذه هي المماسات أو السناب أو الجايد المفعلة. شوفوا إذا تلاحظون أنه لما أقرب الماوس عند الدوائر تظهر لها الخطوط اللي هي باللون البرتقالي أو الوردي. شلون أفعلها؟ من فيو أتأكد أنه السمارت جايد مفعلة، كنترول يو اختصارها. جيد، أروح على أداة الخط وأخلي الماوس، فقط أخلي الماوس بهذه المنطقة ويعني أمشي إلى اليمين إلى أن يكون الماوس بمماس مع هذه الدائرة الثانية. أضغط كليك أيسر وأبقى ضاغط وأمشي إلى أن أوصل إلى هذه المنطقة، راح يرسم لي خط بتماس مع الدائرة الثانية. جيد، الآن أروح على أداة الروتيت أو أضغط على حرف R من الكيبورد، أضغط Alt وراح أخلي المركز بالمنتصف، أضغط بالمنتصف، طبعا أبقى ضاغط على Alt وأضغط كليك، أهد الألت، أترك الألت، راح تظهر لي هذه النافذة. أخلي الزاوية 120 وأضغط على كوبي، راح يصير لي خط آخر بهذه المنطقة. الآن أضغط على كنترول دي حتى يكرر لي بهذه المنطقة. ممتاز. الآن راح أجي أحدد هذا الخط الأول، وأيضا أروح على روتيت أو أضغط على آرت من الكيبورد وطبعا ألت بنفس الطريقة. راح يكون عندي المركز هو هذه النقطة، هنا راح يكون المركز هذه النقطة، يعني انتبه انه بهذه النقطة عندما تظهر لهذه الانترسكت اضغط كليك، وطبعا راح اخلي الزاوية 15 واضغط على كوبي، راح يصير عندي بهذه الطريقة. الان اجي على اداة المساحة، في حال لو عندي الإريزر أضغط على هذا الخيار اللي هو المقص، وطبعا راح أكبر شوية بأداة المقص، راح أقتص بهذه المنطقة وراح أقتص بهذه المنطقة. هذا الخط اللي هو ميلته بزاوية 15 راح أقتصه بهذه المنطقة وبهذه المنطقة. الآن هذا الجزء العلوي راح أحذفه، وهذا الجزء أيضا راح أحذفه، راح نبقي فقط هذا الجزء. جيد، هذا الجزء أحدده وأروح على روتيت، أيضا أضغط Alt وأختار نقطة المنتصف، راح أخلي الزاوية 120 ومن بعدها كوبي، أضغط على Ctrl D راح يصير عندي بهذه المنطقة. ممتاز. بعد ما صار عندي هذه الأشكال أحددهن كلهن أو أضغط على Ctrl A، وطبعا أروح على أداة Shape Builder، هذه الأداة اللي هي Shape Builder، راح أخلي الستروك 0 وراح ألون هذا الجزء اللي هو راح يكون باللون الأحمر، اختار هذا اللون اللي هو اللون الأحمر، طبعا عفوا الستروك Noun،
والتعبئة راح يكون باللون الأحمر. جيد، بعد ما أنا مختار الشيب بولدر راح أجي ألون هذا الجزء، ألونه مع هذا الجزء الصغير. طبعا ممكن إنه نكبر هذا الجزء الصغير بهذه الطريقة، وهذا الجزء أيضا. هذه الأجزاء تلون باللون الأحمر، ثم أغير إلى اللون الأصفر. هذا اللون الأصفر ممكن، أو ممكن هذا اللون شوية نغمقه، نضغط دبل كليك هنا، وطبعا ينزل قليلا إلى البرتقالي، ممكن يصعد شوية. هذا اللون ممتاز. نحدد هذا الجزء مع هذا الجزء باللون الأصفر مع هذا الجزء. جيد، طبعا لا بأس انه هذا الجزء يكون وياه سويا. جيد، الآن راح نجي نلون هذا الجزء باللون الأخضر. طبعا نجي نحدد إلى اللون الأخضر، ممكن هذا يكون اللون الأخضر، ممكن هذا. وطبعا نجي نحدد هذا الجزء، طبعا ممكن نبقى ضاغطين، ممكن كليكات بهذا الشكل. جيد، الآن هذا الجزء اللي بالمنتصف طبعا نحدده، كليك عليه هذه الدائرة، طبعا أضغط كليك هنا بالخارج حتى ألغي التحديد. نحدد هذا الجزء وراح ألغي الستروك وراح أخلي اللون هو لون سمائي. جيد، الآن راح أحدد كل هذه الدوائر، ومن الستروك راح يكون نون بدون ستروك. جيد جدا، أصبح عندي شعار للمتصفح جوجل كروم بكل احترافية وبكل سهولة. نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.